بمناسبة التفاعل، عايزين نتفاعل مع إنجاز تاريخي وإنجاز جيد اتحقق النهارده بالنسبة للعبة كرة اليد. زي ما بنتكلم عن التاريخ الحاضر، في بطولات وفي إنجازات تاريخية، لذلك أستاذ حامد برحب في هذه اللحظات بالكابتن طارق محروس المدير الفني لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي معانا على الهاتف. كابتن طارق، ألف مليون مبروك، إنجاز طيب، ختام موسم ببطولة تستحقوها، وبالتأكيد كنتوا أيضا تستحقوا بطولة الدوري، لكن عنصر التوفيق في اللحظات الأخيرة بالتأكيد كان ليه دور. ألف مليون مبروك كابتن طارق. الحمد لله رب العالمين. انا حضرتك كل الساده الموجودين مع حضرتك معايا طبعا الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ حامد عز الدين بيسلم على حضرتك، بيقول لك الف مبروك. استاذنا كلنا وانا سعيد ان انا معاكم دلوقتي. الكوكبه اللي موجوده دي الحمد لله رب العالمين، ربنا اكرمنا بنهايه موسم ان احنا قدرنا نكسب بطوله الكاس. بهدي بطوله الكاس لجمهور النادي الاهلي واعضاء مجلس الاداره اللي ما دخلتش على الفرقه. احنا كان عندنا هدف بناء فرقه من متوسط عمرها 22 سنه مع وجود الخبرات. قدرنا الحمد لله ان احنا نوصل لمكانه عاليه جدا، ان احنا نوصل لمباراه فاصله مع نادي الزمالك وخسرنا فارق هدف. قدر الاولاد ان هم بعد توجيهات كابتن محمود الخطيب بعد الماتش الاولاد وقال لهم كلمه جميله جدا، دي عايز اقول لك رأي يعني مش استغفر العظيم ما ينفعش اقول رده روح، عايز اقول لك ان هي ادتهم طريق الامل في المكسب مره ثانيه. اولاد صغيرين منهم 8 اول مره يلعبوا في نادي الاهلي، كلمه كانت مؤثره جدا، قال لهم انا عندي ثقه فيكم كبيره، انتوا عمركم صغيره، انتوا لعيبه صغيرين وكويسين، وانا عارف ان انتوا المستقبل ليكم، شد حيلكم، وانا مطلوب منكم ان انتوا تكسبوا بطوله الكاس. الكلمه دي كانت مؤثره جدا للجهاز الفني واللعيبه، والحمد لله قدرنا ربنا يكرمنا دخلنا مباراه النهارده وكسبنا. انا بقى على المستوى الشخصي انا اتولدت وكبرت ودخلت النادي الاهلي وانا عندي 7 سنين، النادي الاهلي ده صاحب فضل عليا في كل حاجه. انا اسعد انسان النهارده في يوم تاسيس النادي الاهلي ان انا اقدر اسعد جمهور النادي الاهلي ببطوله في يوم تاسيسه. وان شاء الله هتسعدنا دايما يا كابتن طارق ورجال كره اليد بالنادي الاهلي، يحاول المزيد والمزيد من الالقاب. عايز ابارك لك طبعا مره ثانيه امير هشام معاك، وعايز اسالك سؤال مهم جدا وهو بيتعلق بالتعامل النفسي بعد خساره بطوله الدوري من ايام امام نادي الزمالك، وانك ترجع النهارده وتتفوق على نادي الزمالك على مدار المباراه بالكامل وفي عدد الاهداف، وكان بيبقى الفرق في بعض الاحيان بيوصل لخمس اهداف. ازاي قدرت تعد لاعبيك نفسيا قبل هذه المباراه وبالتالي قدرت ان انت تحقق هذا اللقب؟ والله زي ما انا قلت لحضرتك، انا البدايه بتاعتي بدات من كلمه الكابتن. سهلت لك الدنيا. هي اللي ادتني البدايه. هي اللي ادتني المساحه ان انا اشتغل على اللعيبه. والحمد لله اشتغلت على اللعيبه من البدايه، الكلمه هي اللي ادتني المساحه فاشتغلت عليها. انا بقول لحضرتك احنا عندنا متوسط عندنا 10 احنا المسجلين في الاتحاد 18 لعيب منهم 10 فوق تحت ال 22 سنه او 22 سنه، فده طبعا ان انت تعمل فريق بالمكانه دي وتوصل مع النادي الزمالك في مباراه فاصله ويكسبك بفارق هدف في الثواني الاخيره، وكل لعيبه نادي الزمالك خبرات الاحمر والدرع وبكار واكرم والمجموعه دي خبرات كبيره، ناس لعبت كاس عالم كبار، ناس في مراكزها تقيله، ان انت توصل معاهم لنهايه الدوري بفارق هدف تخسر الدوري وتيجي الكاس زي ما حضرتك قلت تبقى ليدنج طول الكاس طول المباراه وتقدر تكسب المباراه بفارق 4 اهداف، وكان ممكن يبقى سكور اكتر، لكن الحمد لله ربنا اكرمنا. النصره كانت كبيره وانا بهديها لكل جمهور النادي الاهلي اللي محتاج فرحه لكره اليد، اديناهم فرحه الموسم ده، وباذن الله باذن الله انا اهديتهم جيل، اتمنى من ربنا ان الجيل ده يسعد جميع جمهور النادي الاهلي لمده 10 سنين قدام ان شاء الله. وانا واثق فيهم جدا وواثق في مجلس الاداره اللي هو مش هيبخل على الجيل ده في الفتره القادمه ان يسعد جمهور النادي الاهلي بكل امكانيه. طيب كابتن طارق، الاستاذ حامد عز الدين عايز يقول لك حاجه. انا عايز اقول لك محمد استاذنا، ازيك وازي حضرتك؟ ازيك انت كل سنه وانت طيب. وانت طيب الحقيقه أستاذ. انا عايز اقول لك انت اسعدت ملايين الاهلاويه في مصر اللي كانوا بيتابعوا النهارده النهائي. الحمد لله. وانا كنت لسه بقول انه فرقه الاهلي الصغيره تحت 20 سنه كسبت نادي الزمالك وخدت الدوري تحت 20 سنه، وانا اتفرجت عليها
وانه هذا العدد في منهم اربعه النهارده كانوا قاعدين على البنج على فكره. انا بقول عندي اربعه كانوا تحت 19 سنه قاعدين على البنج النهارده. ان ده بيدينا ثقه كبيره جدا جدا في المسؤولين عن كره اليد في النادي الاهلي، وثقه كبيره جدا في انه النادي الاهلي يظل على القمه لسنوات كتيره قادمه باذن الله. ومره ثانيه اسعدتنا، والتحيه كلها ليك وللجهاز الفني ولكل لاعب في فرقه النادي الاهلي النهارده. شكرا لحضرتك، ودي الكلمتين حضرتك دول وسام على صدري اما يكون واحد زي حضرتك قامه وقيمه يقول الكلمتين دول في حق هذا الفريق، فانا بشكر حضرتك على الكلمتين الجمال دول. احنا اللي بنشكرك يا كابتن طارق. ألف مبروك مرة تانية، ومستنيين منكم الكتير إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية. مبروك عليكم ومبروك علينا كجمهور النادي الأهلي. بنشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الهامة. طبعا الكابتن طارق محروز المدير الفني لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي عقب التتويج منذ قليل ببطولة كاس مصر كان معانا على الهاتف واتكلمنا معاه في بعض الأجزاء المهمة جدا بعد هذا الإنجاز.